عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أكلمكم على برنامج ظريف قوي اسمه سبورتس تراكر، بتقدر من خلاله تعمل تتبع للأنشطة الرياضية اللي أنت بتعملها سواء مشي أو جري أو خلافه. البرنامج موجود على أندرويد ماركت وموجود للآي أو إس. ما عنديش فكرة أوي إذا كان موجود للسيمبيان والويندوز موبايل، بس أعتقد هيبقى موجود على الأقل الويندوز موبايل. كل اللي بتحتاجه إن أنت تنزل برنامج ويكون عندك موبايل عليه جي بي إس، في جي بي إس يعني، وبتقدر تستخدمه. في منه فيرجن فري وفي منه فيرجن بريميوم، هنشرح النهاردة الفيرجن الفري. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين، اول جزء من البرنامج بيبقى فيه اللي هو الجزء ده بيبقى ملخص للورك اوتس، عددها كام وتوتال التايم والمسافة والانرجي. الجزء اللي بعده بيجيب لك بيانات عن اخر ورك اوت، المسافة بتاعته كانت كام والمدة والمتوسط السرعة. وبعدين في جزء للفايند اند انفايت فريندز لو عايز تدور على اصدقاء وتضيفهم. الجزء اللي بعد كده بيجيب لك بيانات عن السان رايز والسان سيت، شروق الشمس وغروب الشمس، على اعتبار الاكتيفيتيز دي بتبقى غالبا في النهار، فاضل قد ايه على الغروب او الشروق. وبعدين ستارت نيو ورك اوت، ده هنخليه للاخر. هنخش على التاب التاني اللي هو الدايري، اللي هو بيجيب لك كل الورك اوتس اللي انت عملتها، وتقدر تعرف معلومات كاملة عن كل واحد فيهم. فلو دخلنا على أول واحد ده مثلا، هيجيب لنا في أول جزء الخريطة فيها المسار اللي انت كنت ماشي فيه، وبعدين بيانات زي المدة الزمنية والمسافة ومتوسط السرعة ومتوسط الوقت لكل كيلومتر وأقصى سرعة وصلت لها كام والطاقة اللي استهلكتها والأفريج والماكسيمم هارت ريت. ده لو عندك سنسور بلوتوث بتاع نبضات القلب ممكن توصله، وتقدر برضو تقيس نبضات القلب. التشيرنج اوبشنز ممكن تخليها نان، يعني محدش يشوف خالص الورك اوت بتاعك، او فريندز بتوعك على سبورتس تراكر بس هم اللي يشوفوه، او كل الناس على سبورتس تراكر. وممكن تعمل شير برضو على الفيسبوك والتويتر، ومن هنا ممكن تكتب كومنت للحاجة اللي انت بتعمل لها شيرنج. الجوست تارجت والفولو راوت دول حاجات خاصة بالبريميوم فيرجن انا معرفهاش. الايديت ده ممكن من خلاله تقدر انك تعمل ايديت للورك اوت، لو انت كنت مثلا عملت نوع الاكتيفيتي غلط ممكن تصلحه، ممكن تغير الستارت تايم والديوريشن. غالبا بتبقى مفيدة لو انت عامل اندور ورك اوت، فبتقدر تدخل بيانات. يعني انا مثلا ماشي على تريدميل اندور، فبقدر ادخل البيانات اللي انا عملتها مانيوال من على الشاشة بتاعة التريدميل. هنا في ده السمري بتاع الورك اوت. نشوف الخريطة مثلا، لو انا ضغطت على الخريطة كده بيجيب لك كل الراوت اللي انت كنت ماشي فيه، تقدر تشوف الستارت امتى والستارت فين والاند فين، تقدر تعمل زوم. التاب التاني اللي بعد السمري اللي هو اللابس بيجيب لك زي في صورة لفات كده، كام كانت اسرع لاب ومتوسط السرعة فيها كانت كام وابطأ لاب، ويجيب لك كل لاب بقى كان السرعة فيها كام وخدتها في وقت قد ايه وهكذا. وانت ممكن تحدد اللاب دي تبقى مسافتها قد ايه، ممكن تحددها 1 كيلو، او ممكن من هنا تخليها 0.5 كيلو او 2 كيلو او 5 كيلو، او ممكن تخلي كل الريكوردد تراك كله يبقى 1 لاب. بعد كده الشارت بتشوف يجيب لك علاقة ما بين المسافة سوري السرعة والارتفاع، تقدر تشوف عند اي لحظة كان ارتفاعك قد ايه وسرعتك قد ايه، وتقدر تعمل زوم طبعا على نقطة معينة. وال HR ده بتقدر من خلاله لو انت مركب سنسور موصل سنسور هارت ريت، تقدر تشوف عند كل وقت كان الهارت ريت بتاعك قد ايه. وطبعا في الشارت هنا تقدر تشوف تخليها السرعة بس او تقدر تخليها الارتفاع بس وهكذا. اللي بعد كده بنشوف الفريندز. هنا بتشوف الفريندز بتوعك ايه الاكتيفيتيز اللي هم عملوها، ولو دخلت هنا على الفريندز تقدر تعمل invite new friends. الاكسبلور دوت بيقدر يوريك في المنطقة بتاعتك مين الناس اللي بتستخدم البرنامج وايه الاكتيفيتيز اللي هم بيعملوها. فمثلا لو رحنا على مصر،
زي ما احنا شايفين انا كده في منطقة مدينة نصر، فبيجيب لك النقط دي كل لون بيعبر، يعني الاحمر يعني جري، الازرق يعني سايكلينج، البرتقاني يعني مشي. فلو مثلا فتحت اي واحد فيهم مثلا الازرق دوت، هيجيب لك ايه هو التراك اللي مشي فيه، ويجيب لك إيه اسمه والنشاط كان سايكلينج ومسافة، وتقدر طبعا تدوس على الاكتيفيتي ده وتشوف تفاصيل اكتر عنه والصور والتراك وكل نفس التفاصيل اللي انت كنت بتشوفها في الاكتيفيتيز بتاعتك تقدر تشوفها هنا. فدي طبعا بتبقى ظريفة انك تلاقي، ممكن تلاقي ناس حواليك بتعمل نفس الاكتيفيتيز، فتضيفهم كفريندز وتبقوا تخرجوا مع بعض او حاجة زي كده. الليست اند فوتوز دي بتجيب لك برضو نفس البتاع بس في صورة ليست مش على الخريطة، يقول لك مين الناس وايه الاكتيفيتيز والصور اللي هم مصورينها خلال الاكتيفيتيز دي وهكذا. اخر تاب دوت بتاع السيتنج بتشوف فيه نوع الاكونت بتاعك، احنا هنا فري ممكن تعمل ساين اوت، تشوف البروفايل بتاعك، الميجرمنت يونت ممكن تختارها حاجات بالانش ولا بالمترو ولا كده، والهارت ريت بيلت ممكن تعمل له سيت اب لو انت عندك هارت ريت سنسور، وبرضه في سنسور بتاع السرعة. واليوزر سيتنج دي بتقدر من خلالها تدخل الوزن والعمر وكده عشان حسابات الانرجي تبقى أدق. فويس فيدباك دوت ممكن تعمله اون بحيث يقولك مع كل لاب بتعديها، والسكرين باك لايت اوتوماتيك ولا اولويز اون بحيث ان الشاشة تفضل منورة على طول. الالتيتيود اوفست دي تقريبا بتقدر تحط اوفست للارتفاع بتاعك، ف بيبقى حاجة ثابتة وبعدين هو بيزود عليه. وبعدين البروك وسبورتس تراكر على الفيسبوك وتويتر والفيرجن، معلومات عن الفيرجن وكلام كده. نرجع تاني للهوم سكرين ونشوف ازاي نعمل ستارت نيو ورك اوت. عشان نسجل نعمل نيو ورك اوت لازم نكون مشغلين الجي بي اس، وبعدين هندوس هنا على ستارت نيو ورك اوت، هنلاقي الجي بي اس هنا فوق بدأ يحاول يلقط سيجنال. هنختار هنا نوع الاكتيفيتي اللي احنا هنعملها ولتكن سايكلينج. الفيتشر بتاعت الاوتو بوز دي حاجة ظريفة، بتقدر انك تقول له لو انا سرعتي قلت عن حد معين، تختار سواء مثلا 2 كيلومتر في الساعة او 5 كيلومتر في الساعة، يعمل بوز للتسجيل بحيث ان انت لو وقفت تعمل حاجة مثلا تصلي واتيفر، ما يفضلش هو يسجل وده يتحسب من الوقت اللي انت بتعمل. فانت ممكن تعمله على السبيد اللي انت عاوزها او ممكن تلغيه خالص. ندوس على continue، هنلاقيه هنا بدأ يجيب لك الخريطة بتاعة المكان اللي انت فيه والسيجنال بتاعة الجي بي اس، وتقدر تعمل هنا ستارت، ومن هنا ممكن تقلب كده تشوف البيانات المختلفة عن الورك اوت. طبعا هنا لسه بدأناش، في كله صفر. وفوق هنا زي ما احنا شايفين فوق على اليمين ده شكل الكاميرا لو انت عاوز تاخد صورة، او شكل السماعة على الشمال لو انت عاوز تسمع حاجة وانت بتعمل التمرين، وتدوس ستارت. Started. زي ما احنا شايفين عشان احنا كنا عاملين enable للفويس فيدباك، Auto paused. فهي بتقول لك auto pause لان احنا بنتحركش. وبعدين ممكن نعمل هنا ستوب، هنا من فوق بنعمل القفل اللي في النص ده، ممكن نعمل لوك كده يبقى هو لوكت. وطبعا مش محتاجين انترنت علشان نسجل، هو الجي بي Auto اس بس. resumed. وممكن نقفل حتى الشاشة خالص كده، نعمل انلوك وبس، ونشوف لما نخلص نعمل ستوب Stopped. كده. نعمل ستوب لو احنا عايزين نعمل ريزيوم، نعمل ريزيوم تاني، او عايزين نعمل اند. نخلص كده الورك اوت ده، بيجيب لنا هنا سامري عن الورك اوت، طبعا كله صفر لان احنا متحركناش خالص. وممكن هنا نعمل سيف او ديليت، وممكن نعمل له شيرينج مع اي حد. بس كده.